رئيس الجماعه هذا، رئيس الجماعه هذا ماشي رئيس تاع شي جمعيه ولا شي حاجه اخرى. مشيت لعندو قلت له اودي الا كاين شي الله يحفظك انا ولدي هايو باتنا في واحد القيدون، الا بغيت غير تنفس ولدي ومرتو، الا بغيت غير تنفس راه ما عندك فين تنفس ياك عرفتي، ولدو ومرتو ولدو وانا ومرتي. مشيت ليه قلت ليه الله يرحم باك عطيني واحد الحصيره، الا ما كاين القيدون عطيني واحد الحصيره باش نفرشها. قال لي هذه الكلمه اللي قلت لك دابا ما بغيتش تخرجها، والله الا قال لي ما ديتيها. وكيفاش وكاين الشهود، الشهود راه كاينين، هذا الرئيس هذا ما صوت ليه، ما صوت ليه انا من داز الاصوات ما صوت ليه، هذا الرئيس هذا الانسان كان في المعقول. الا اللي جا عنده يقول ليه شد هاك انت هاك، ما كاين حتى علاش دار شي حاجه من جيبو، ها الله يعز المحسنين والملك الله يجزرو. هذا راه بايدق ديكتاتور، هذا صدام الحسين اللي كاين فاسميتو، هذا بايقتلني انا بايقتلني ملي ما صوت ليه، بايخرج عليا زعما بايضحك انت والله الا ما ديها على ديال باه جابوه من عند باه. هذا الشيء راه والله العظيم كون ماشي هذوك ولا ويا ندير شي فوضى، وحسيت به بغيت نموت كاع. المهم دخلت لي الدار وبت انا في الخلا، وهو اللي قال لك الله الا ما ديها على هذا الرجل هذا. ها يلا مسؤول ما كاين هذاك ماشي مسؤول ماشي البوكو يلا على الرواسه كيديروا هكا. هذا قلت لك راه ديكتاتورو ديكتاتورو هذا بيقتل الناس يلا اللي مشى ماشي غير انا، راه كاينين ناس اخرين غير ما بغى انا ما سكت ليه، انا ما خايف الخوف من الله ماشي من شي واحد. انا وولدي بتنا في واحد القيدون واحد الخيمه هذا هي بتنا واحد يومين هذه وصبرنا. مشيت ليه خسر لي الهضره، يقول لي اودي راه دابا حتى يجيو القواطن ونعطيك القواطن. وشت انا اسميتو الحصيره تما، قلت له اعطيني غير واحد شويه، قال لك الله الا ما ديها. قال لي قول عليا هذا والله انسى سيدنا. قلت لك انا ما خصني اعترفي، طلع عليا الملاه هذا ما كيكونش مسؤول الله يرحمه ويدي، كيكون تما كيكون في شي واحد راسو يكون راسو اللي جا هاك اخويا في الانسانيه هذا راه بيقتل الناس هذا طابو هذا طاب ولا ما صوت ليه. شكون اللي خلص وقت لا سميتو شكون اللي خلص وقت ما صوت ليه ويدق في انا ماشي غير انا، راه حشومه والله الا حشومه الحقره هادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.